بحضور أعضاء الرابطة السورية لطب وجراحة الصدر من كافة المحافظات السورية، أقامت رابطة الأطباء ندوة عن جديد في أورام الرئة في اللاذقية. موضوع هذا اللقاء العلمي هو المستجدات في أورام الرئة، وخاصة سرطان الرئة الذي يعتبر السبب الأول للوفيات عند الرجال في العالم. فحاليا يتم التركيز على الوقاية واستبعاد أو إبعاد عوامل الخطورة والتشخيص المبكر والدقيق لاختيار المعالجة المناسبة، سواء كانت جراحية أو كيماوية أو شعاعية. تضمنت الندوة معرض طبي عن آخر وأحدث الأجهزة الطبية الحديثة بمشاركة عدد من شركات الأدوات الطبية. بالنسبة لهذا المؤتمر فقد اختير موضوع سرطان الرئة، وموضوع سرطان الرئة موضوع فعلا أصبح مهما، لأن هذا المرض مع الأسف الشديد ينتشر بشكل بطيء وخفي. إذا لم تحدث توعية كافية لأجل هذا المرض فيمكن أن يتطور ويصبح في حالة لا يمكن بشكل من الأشكال علاجه. حبينا اليوم نشارك ونكون مع دكاترتنا لحتى نرجع نذكرهم بأهم الصادات الحيوية لشركة ألفا يلي بتفيدهم بإنتانات الطرق التنفسية. المشاركون أكدوا على ضرورة إقامة هذه الندوات العلمية الطبية لفائدتها بالاطلاع على كل جديد وآخر ما توصل إليه علم الأورام.